ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاك الدكتورة أمان حجازي، معانا النهاردة في حلقة جديدة. مستضيفين حد غالي قوي على قلوب المصريين، بالذات في الشتاء مفيش بيت الا ودخلوا الضيف اللي معانا النهاردة. معانا النهاردة الست برتقانة، هنكمل معاها كلام بعد الفاصل، وخلوا بالكم عشان عندها كلام مهم قوي عايزة تقوله لنا. في 10 ثواني انتوا جايين، يا ريت ما تنسوش فيهم اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. نبدأ الحلقة مع الست برتقانة. مبدئيا عايزة اقول لك، يعني ما تعرفيش قد ايه المصريين بيعزوكي في الشتاء، وقد ايه هم في دماغهم ان انتي بقى مصدر الفيتامين سي الكبير قوي اللي في حياتهم. شكرا على المقدمة الحلوة. أنا برضو رقم واحد في التصدير في مصر. طبعا طبعا، كلمينا اكتر بقى عن فوائدك كده ست برتقانة. ياه، كتير قوي قوي، انتوا كلكم ظالميني وفاكرين ان انا شوية فيتامين سي وخلاص. انا بعمل حاجات تانية كتير. بجد؟ طب عرفينا اكتر بقى عن الكلام اللي انتي بتقوليه ده. انا اللي ياكل واحدة بس مني في اليوم كده اخد احتياجه من فيتامين سي طول اليوم، وكمان فيه معادن كتير وفيتامين الف وب ممتاز. واحد وب اتنين. معلش، يعني احب اقولك فيتامين سي اللي انتي عماله تتكلمي عنه ده موجود منه في الصيدلية كتير، وبتركيزات اعلى كمان من اللي انتي بتتكلمي عليها دي بكتير. لا لا لا، انا اللي عندي اسمه فيتامين سي مركب، يعني معايا كل حاجة لازمية علشان يشتغل، ومعايا عندتي اللي بتساعدني في الشغل والامتصاص. وبعدين انا فيتامين سي اللي عندي طبيعي، والطبيعي يكسب معروفة يعني، انما اللي في الصيدلية لو اتاخد فترات طويلة ممكن يعمل تكلس في المفاصل وحصوات على الكلى، وانتي دكتورة وعارفة بقى. طيب تمام، يا ريت بقى تكلمينا اكتر عن فوائد فيتامين سي. بيساعد في امتصاص الحديد والكالسيوم، وعلى فكرة أنا عندي 6% من الكالسيوم اللي يحتاجه الإنسان في اليوم. عارفة؟ طب أنا بعرف الجمهور برضو، وعلى فكرة فيتامين سي بيساعد في بناء الكولاجين اللي بين المفاصل. طب معلش، يعني فيتامين سي اللي انت فرحانة بيه قوي ده موجود برضو في خضار وفاكهة وحاجات تانية برضو كتير، وبرضو بنسبة اعلى من اللي عندك. لا على فكرة انتي مش عارفة بتتكلمي مع مين. انا البرتقانة، انا اتعمل عليا 60 دراسة في بلاد كتير، وليا 16 تأثير على جسم الانسان، وكمان اثبت علميا اني بعالج 45 مرض. ويا ريت تتكلمي باسلوب احسن من كده. لا يعني ما اقصدش يعني. طب خلاص، يا ريت بقى تكلمينا اكتر عن الدراسات اللي اتعملت عليكي دي وتحكي لنا كده شوية. اذا كان كده ماشي. انا لما روحت بقى امريكا عملوا عليا دراسات، لقوا ان واحدة بس مني في اليوم بتمنع تكوين حصوات الكلى. والله، وايه كمان ابهرينا. لا هو انتي لسه شفتي حاجة؟ انا لما روحت بقى انجلترا وبرضو عملوا عليا دراسات اثبتوا ان واحدة بس مني في اليوم كل يوم الصبح مع الفطار بتزود الادراك والذكاء والدماغ والوعي ومهارات الادراك. من الاخر كده يعني بظبط دماغكم كده واشغلها، علشان كده قالوا تاخدوا واحدة مني في اليوم مع الفطار او مع القهوة بتاعتكم. بارك الله فيكي والله يا ست برتقانة، مش عارفين نودي جمالك دي فين. استني، انتي مستعجلة ليه؟ انتوا زهقتوا مني ولا ايه؟ وصحيح ما تنسوش سبسكرايب واللايك. لا 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 والله ما قصدتش، بس هو يعني لسه في فوائد تاني. اه طبعا لسه في كتير. هو يعني مني كده مدورة كده وصغيرة كده تستقليني؟ لا ده انا روحت بقى ايه ايطاليا، الناس هناك جميلة قوي كده بقى ولذيذة، اثبتوا هناك ان واحدة مني بس في اليوم تمنع تأثير مية الاكسجين المدمرة اللي ماشية في جسمكوا دي، وبتبيض لكوا بقى شعركوا وتعمل لكوا كمان بقى مشاكل. رحت فين تاني بقى؟ احكي لنا. رحت كتير، انا رحت بقى الصين كمان، الناس هناك سريعة بقى وعملية قوي، تعبوني خالص، اثبتوا بقى ان انا بعالي الاتش دي ال. خفت انا بقى قوي، او لا النبي لا لا ما خفت. تقلقيش، ال HDL ده اللي هو الكوليسترول المفيد. ما انا سألت برضو وعرفت، هو انا يعني عبيطة؟ طيب كويس. لقوا كمان، لقوا فيا 80 سعر حراري بس. لقوا ايه؟ ما فيش دهون ابدا. احب اقولك ان كل لحظة بزداد تقدير واحترام ليك يا ست برتقانة بجد. شكرا يا حبيبتي، ده كمان امريكا عملت عليا دراسة واثبتت اني بساعد في علاج هشاشة العظام. طيب انا عندي سؤال ليكي بقى يا ست برتقانة، احنا دلوقتي ناكلك ولا نعملك عصير؟ ولو عملناكي عصير ينفع نحط عليكي سكر ولا بلاش ولا ايه؟ سكر؟ سكر ليه؟ هو احنا وحشين ولا ايه؟ وبعدين ده بيبوظ حاجات كتير فيا. بجد؟ اه طبعا بجد. طب قوليلي قوليلي.
السكر بيبطل مفعول البوتاسيوم اللي فيا، وكمان ممكن اعمل عسر هضم بدل ما اسهل الهضم وغازات بقى وكده، انما لو من غير سكر كده تمام. والاحسن الاحسن يعني ياكلوني زي ما انا كده، هياخدوا كل فوائدي، والالياف اللي فيا بتساعد على الشبع وتعالج الامساك وتحسن الهضم، انما لو اتعصرت هياخدوا الفيتامينات والمعادن اللي برضو مش قليلة يعني. طيب ايه بقى احسن وقت ممكن ناكل فيه البرتقال؟ انا فاكرة ان انتي من شوية قلتي ان احنا ممكن ناخد برتقالة على الفطار، بتزود الوعي والتركيز وكده، معنى كده ان احنا مينفعش ناكلها بالليل؟ مين قال كده؟ انا حلوة في كل وقت، انا الصبح مع الفطار بزود الوعي والذكاء وبشغل الدماغ، وبالليل قبل النوم بنص ساعة هساعدك تنامي نوم هادي وجميل. احب اشكرك جدا 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 يا ست برتقانة. في نهاية حلقتنا تحب تضيفي حاجة تانية؟ انا لو على فوائدي وحكاياتي مش هتخلص، بس انا حابه اضيف حاجتين مهمين. اولا الزيت بتاعي مفيد جدا في حالات البواسير والدوالي، وخصوصا لو لسه فاتحه، وكمان ريحته حلوه بتعمل بيه مساج. اما القشر بقى، القشر ماله، هنرميه ما تقلقيش. ايه ترمي ايه؟ امال هنعمل بيه ايه؟ ده مهم جدا جدا. اولا ده ممكن تستخدموه على البشره، بيتحط على البشره بيتعمل ماسك تحفة، وكمان بيتحط على المفاصل بيريحها، الزيوت اللي فيه بتريح جدا التهاب المفاصل، وكمان بقى لو بشرتوه وشلتوه كده ينشف، وبعد كده تشربوه زيه زي الشاي طبعا من غير سكر، يتحط بس كده عليه مية مغلية. انا مش هحكي عن فوائده بقى كتير قوي قوي قوي، جميل جميل جميل. بجد يا ست برتقانة في نهاية الحلقة مش عارفة أقولك إيه على كرمك وعلى فوائدك وعلى كل الحاجات اللي أنت بتديها لنا. أحب أقول لكم أنتوا بقى في نهاية الحلقة يا ريت يا ريت كلنا ما ننساش لازم ناكل برتقانة كل يوم، خصوصا في فصل الشتاء. كان معاكم الدكتورة أمان حجازي، يا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير لو عجبكم الفيديو، وسيبوا لي رأيكم في الكومنتات وقولوا لي حابين طريقة الفيديوهات دي ولا إيه. أشوفكم إن شاء الله في فيديو قريب. باي باي.